واصلاحات يعني هيكل نقديه وما الى ذلك. وبدانا في الاصلاحات الهيكليه بس عاوزين ندي قوه دفع اكبر خلال الفتره القادمه. فده يعني شغال. هل احنا بنتكلم على رقم طالبين رقم محدد 10 12 اقل اكتر؟ يعني لسه يعني المناقشات شغال. نعم. طب سيادة الوزير، لو الامر الاخر فيما يتعلق به النهارده مجلس النواب قانون التجاوز عن التاخير الخاص بالضرائب، ده بيساعد مجتمع الصناعي في ايه؟ في طبعا ناس عليها ضريبه لم تسدد في ميعادها، وبالتالي فرضت عليه غرامات وفرضت عليه ضريبه اضافيه، سواء في ضريبه الدخل، القيمه المضافه، الجمارك، الضريبه العقاريه وما الى ذلك. اللي تقدمنا به لمجلس الوزراء سوري لمجلس النواب للتخفيف على مجتمع الاعمال وعلى الممولين، انه يعني احيانا بتبقى الضريبه عليك مثلا 10 مليون وعليك زيهم ضريبه اضافيه نتيجه لتاخرك. فقلنا طيب يسدد الضريبه الاصليه ونيجي على الغرامه وفوائد التاخير او الضريبه الاضافيه. ويعني مجلس النواب وافق النهارده انه يعني يعفى من 65% من الغرامه او الضريبه الاضافيه او فوائد التاخير. نعم. طيب احنا عندنا حوافز ايه بنقدمها في مجال الضرائب او وزاره الماليه بشكل عام للقطاع الصناعه او الصناعه بشكل عام؟ اللي احنا بنتكلم على انتاج، بنتكلم على فرص عمل، هنوفر ايه او ايه اللي بنديلهم دلوقتي او بنفكر فيه حتى؟ احنا يعني بنتحمل 5 الى 6 مليار جنيه كل سنه تخفيض اسعار الكهرباء عليهم، دي نمره واحد. نمره اثنين يعني بالنسبه للضريبه العقاريه من 1/1/2022 يعني وعدناهم بانه يعني القطاعات الانتاجيه في الصناعه وكده وبتاع انها الضريبه العقاريه والمده الثلاث سنوات القادمه هتتحملها عنهم الخزانه العامه للدوله، فده بنطالبهمش بيها. ويمكن ان شاء الله في مجلس الوزراء المنعقد هذا الاسبوع هيطلع القرار بكده. ايضا رد اعباء الصادرات لمن هو بيصدر، احنا دفعنا اكثر من 35 مليار جنيه خلال السنتين دولت، وهنفتح يعني برضو مراحل جديدة لرد أعباء الصادرات. برضو يعني القانون اللي طلعناه النهاردة دوت ده بالنسبة له مهم لأنه بيخف عليهم، وإحنا عملناه يعني قبل كده. فيعني خليني أقول لحضرتك مثلا صناعة السيارات، إحنا مخصصين حوالي 2.5 مليار لدعم صناعة السيارات في مصر، ومستعدين نخصص أكتر لل اولا تحويل العربيات او اللي يشتري عربيات بالغاز، العربيات الكهرباء، يعني الحاجات دي احنا هندعم وهنعفي وهندي دعم للمصانع وهندي دعم للي هيشتري العربيات دي، لانه بالنسبه لنا برضو ده مشروع استراتيجي مهم جدا جدا بالنسبه لنا. عندنا طبعا قوانين للاستثمار، يعني بيستثمر في مناطق معينه، يعني عندنا الصعيد، عندنا العاصمة الإدارية، عندنا المنطقة الاقتصادية، ده بيبقى التكلفة الاستثمارية بتاعته يقدر يسترد لغاية 50% منها من أي ضرائب مستحقة عليه. يعني لو واحد مثلا راح حط 100 مليون جنيه تكلفة استثمارية في المناطق ديت في الصناعات المبينة أو يعني كده، لو إنه ينطبق عليه الشروط طالما في المناطق دي وفي الصناعات ديت، يبقى يقدر يسترد بحسب، في مناطق بنسميها ألف وفي مناطق بنسميها ب. المناطق ب بيسترد 30%، يعني 30 مليون من المية اللي صرفهم.